الشرطة يكتسب كذلك إمكانيات وقدرات لا بأس بها. على صعيد دعم الضحايا الذي لا أريد أن أخوض فيها كثيرا لأن فيه ربما يترقى لي في بعض الزملاء في المحاضرة الآتية، تمتلك الجزائر رسالة من التدابير والإجراءات التي تضمن استمرار المساعدة وحماية الضحايا، لكنني ما أريد أن أشير إليه مرة أخرى وبه فخر واعتزاز هو انتخاب الجزائر كعضو في اللجنة لجنة المساعدة الدولية للاتفاقية، وهذا نظرا لما قدمته لهذه الفئة من الضحايا. في الخاتمة سيداتي وسادتي أقول أن الجزائر تواصل بالمضي في القيام بالتزاماتها ورفع تقريرا شفافيا سنويا الذي يتم إرساله كل عام، والذي يطرح نظرة استرجاعية عن حالة مسألة وجود الإلغام المضاد للأفراد في الجزائر، ويميل إلى استعادة عناصر الممارسة الجزائرية في مكافحة هذه الإلغام التفصيلي. وإن تطور الإمكانات الجزائرية المدنية والعسكرية التي تم حشدها لقضية إزالة الإلغام للأغراض الإنسانية يعكس في هذا التقرير بأمانة وبطريقة موثقة. هذه الإمكانيات هي التي جعلت من الممكن المضي قدما في الوفاء بالتزامات الجزائر بموجب الاتفاقية، وبالتالي في تحقيق تطلعات السكان المقيمين في المناطق الحدودية على وجه الخصوص للعيش في أمان وطمأنينة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المتضررة سابقا. إن الجهود الحثيثة التي بذلت على مدى سنوات في التنظيف والتوعية بالمخاطر توحي بنهاية المجزرة التي سبب هذا التلوث الأرضي الذي كان له في الجزائر أثر بشري كبير خلال حرب التحرير الوطني ب4,830 ضحية مدنية، واستمرت إلى ما بعد الاستقلال بتسجيل 1676 ضحية إضافية مباشرة. إن السيطرة على آفة الإلغام المضادة للأفراد فعلية في الجزائر التي ترافع على نطاق واسع للدعوة ضد استخدامها والترويج من أجل عالم خالٍ من جميع الإلغام المضادة للأفراد في أفق 2025. وشكراً. شكراً للسيد العقيد على هذه المحاضرة القيمة.